بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لهذه الحلقة حول خلق إسلامي رفيع، وهو خلق الصبر. الصبر الذي أصبح ثمنه غاليا في عصرنا وفي مجتمعاتنا. نود من خلال هذه الحلقة أن نتعرف عن حقيقة الصبر، ولماذا الله جل جلاله ابتلى العباد بابتلاءات ومصائب وأمرهم بالصبر، وما فضل هذا الصبر وما جزاؤه في الدنيا والآخرة، وكيف يمكن أن نتغلب على مشاكل وهموم اليوم بسلاح الصبر. الصبر أيها الأحباب الكرام أن يتقبل الإنسان بنفس راضية ما يصيبه من مصائب وشدائد هي من قدر الله. الصبر هو أن يتحمل المسلم كل الظروف وكل الابتلاءات وكل الشدائد ويتجمل بالصبر، يتحمل المشاق، لا يجزع، لا يحزن لمصائب الدهر. وكلما أصابته مصيبة، نقصان في المال، مرض أو سقم، قلة حظ في الدنيا، ظلم أو تهميش من طرف المحيطين به أو غير ذلك من المصائب، فإنه لا يجزع ولا يصاب بالقلق ولا بالهم ولا يسقط في أحضان الاكتئاب ولا يتعرض للعنف، بل يتسلح بسلاح الصبر، سلاح لا يهزم أبدا. لهذا قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. الله معك، أن تشعر بمعية الله كلما واجهتك شدائد أو مشاق تستعين بخلق الصبر. وأيضا هذا الصبر فيه التزام بكل ما يأمر به الله تعالى. ربنا يأمرنا بالصلوات، يأمرنا بالصيام، يأمرنا بالنفقة، يأمرنا بالخلق الحسن. أصبر على تنفيذ أوامر الله. حينما أسمع الآذان للفجر وأنا في عز نومي أصبر وأقوم وأصلي. حينما يدركني العمل ثم أسمع الآذان أصبر وأقوم للصلاة. حينما يأتي الحول ووجب علي إخراج الزكاة أصبر وأخرجها. هكذا ألتزم بما أمر الله فأؤديه كاملا، وأيضا أتجنب ما نهى الله عنه. ربنا عز وجل نهانا عن الظلم، عن الفساد، عن الخطيئة، عن المحرمات، رغم أن نفسي تتوق إليها أصبر ولا أقع بين أحضانها. وهكذا أكون قد نجحت في الاختبار الكبير: إن الله مع الصابرين. وأول الناس يتميزون بالصبر هم الأنبياء والمرسلون، لأنهم خير خلق الله. والذي يقرأ القرآن العظيم سوف يلاحظ نماذج بشرية ناجحة من الأنبياء والمرسلين، ابتلاهم المولى عز وجل وكانوا نعم الصابرين، ونحن مطالبين باتخاذهم قدوة وحسنة. وعلى رأسهم سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
فجميع الأنبياء ضربوا أروع الأمثلة في الصبر وتحمل الأذى من أجل الدعوة إلى الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم كان يتحمل الكثير في سبيل نشر دعوة الإسلام. كان أهل قريش يرفضون دعوته، بل كانوا يسبونه ويؤذونه، وكان المشركون يؤذون أصحابه الضعفاء، فكان يتحمل ويقابل ذلك كله بالصبر الجميل. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول عن صبر النبي وتحمله للأذى، قال: كأني أنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وجرحوه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الأنبياء كانوا يتحملون الأذية ويتحملون الإساءة من غيرهم، لأن همتهم رفيعة، همتهم عالية، فهم يصبرون ويحتسبون رغم أنهم يتعرضون للأذى ويضرب حتى يسيل الدم الطاهر من وجهه، ويرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا تجد ربنا عز وجل في كتابه العزيز يصف الأنبياء جميعهم بالصبر، لأنه أول علامة من علامات الصلاح. من كان صابرا هذه علامة على أنه صالح، ومن كان عنده قلة الصبر دليل على قلة الإيمان. يقول الله تعالى وهو يمدح الأنبياء والمرسلين باعتبارهم خير خلق الله، يقول: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. بعد المعاناة وبعد الظروف الصعبة، ها هو قد انقضى العمر، فأدخلهم الله تعالى في رحمته أي في جنته مع عباده الصالحين. وقال رب العزة لكل خلق الله وخصوصا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل هم نوح وإسماعيل وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فنحن جميعا مطالبين أن نصبر مثل ما صبر أولو العزم من الرسل. وقال جل علاه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وآدوا في سبيلي حتى أتاهم نصرنا. فهم على الرغم من التكذيب والأذية والإذاية، فهم صبروا حتى جاءهم النصر من عند الله. النموذج للنبي الصابر من هو؟ هو سيدنا أيوب عليه السلام، أعظم نموذج في الصبر، أعطى مثالا واضحا على الاحتساب. قال في حقه جل علاه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ربنا عز وجل ابتلاه ابتلاءات شديدة، فأيوب كان رجلا كثير المال وعظيم الأهل، ابتلاه الله تعالى واختبره في كل شيء. أصابته الأمراض فكان ملازما للفراش سنوات طويلة، فقد ماله، فقد أولاده، لم يبق له شيء من الدنيا سوى زوجته التي وقفت بجانبه صابرة محتسبة وفية له. فكان أيوب مثلا عظيما في الصبر، كان مؤمنا بأن ذلك قضاء من الله، وظل لسانه ذاكرا وقلبه شاكرا. فأمره الله تعالى أن يضرب الأرض برجله ففعل، فأخرج الله له عينا من الماء باردة، وأمره أن يغتسل ويشرب منها ففعل. فإذا بالله تعالى يذهب عنه الألم والأذى والمرض. ماء رقية
من الأرض ماء بارد طاهر، ثم أبدله صحة وجمالا ومالا كثيرا، وعوضه الله تعالى بأولاد صالحين جزاء لما صبر. قال الله تعالى: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وحينما أكرمه قال: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. إذن أيها الأحباب الكرام، ما دام الأنبياء والمرسلون هم خير نموذج في الصبر، علينا أن نقتدي بهم، ونحن مأمورون بالاقتداء والأسوة الحسنة بخير خلق الله. إذا صبر الإنسان ماذا سوف ينال من جزاء؟ الجزاء عظيم وعظيم جدا، فالله تعالى أعد للصابرين الثواب العظيم والمغفرة الواسعة. المغفرة الواسعة هذا أعظم جزاء يناله الصابر. قال رب العزة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بشرى لكل صابر ولكل صابرة. هؤلاء إذا اشتدت بهم الآلام والآهات والابتلاءات فصبروا واحتسبوا وقالوا هذه الكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مقويات في النفس البشرية تجعل الإنسان يتقوى في مواجهة المصيبة. أولئك اسم إشارة للبعيد، بمعنى هؤلاء الصابرين مقامهم رفيع عند الرحمن. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله تعالى يصلي على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، والله تعالى أيضا يصلي على من؟ على الصابرين المحتسبين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فأبشر أيها الصابر، يكفيك شرفا أن الله جل جلاله يصلي عليك. تذكر دوما هذه الفكرة: كلما كنت تعاني من معاناة شديدة، من ابتلاءات شديدة، من اعتداءات شديدة، تذكر بأنك كلما أنت صابر الله تعالى في سمائه يصلي عليك. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم إن الله تعالى يجازي هؤلاء الصابرين جزاء وافرا، يعطيهم شاك على بياض. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أجر عظيم، ما في 100 حسنة أو 1000 حسنة، بلا حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. بعض الناس ربنا أعطاهم المال، البعض الآخر أعطاهم السلطة، البعض الآخر أعطاهم الصحة والعافية، البعض الآخر أعطاهم العلم، والآخر أعطاهم الشهرة، وهناك من أعطاه الله تعالى كل هذه الأشياء. لكن أعظم عطاء بعد الإيمان هو الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤمن دائما عنده الأجر والثواب، دائما هو الرابح. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا كرب ولا أذى ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. بمعنى هذا يسمى قانون التعويض الإلهي. كل ما يصيب المؤمن من نصب أي التعب، ولا وصب أي المرض، ولا الهم ولا الحزن ولا الأذى ولا الغم حتى الشوكة يشاكها، ربنا عز وجل يكفر بها كل الخطايا.
هذا الصبر أنواع وأشكال. هناك الصبر على الطاعة، وهناك الصبر عن المعصية، وهناك الصبر على المرض، وهناك الصبر على المصائب، وهناك الصبر على الفقر، وهناك الصبر على الأذى. الله عز وجل يتنزه في ملكه، يوزع علينا الأرزاق ويوزع علينا أيضا الابتلاء. فالصبر على الطاعة ينبغي للمسلم أن يصبر على العبادات ويؤديها، لأنها تحتاج إلى جهد وعزيمة لتأديها في أوقاتها على خير وجه والمحافظة عليها. يقول ربنا عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هناك فئة من الناس يتجمعون إما في بيوت الله أو في أماكن العبادة والذكر، ربنا يقول لنا تجمع معهم، حاول أن تنخرط في سلكهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بعض الناس قد لا يصبر على مجالسة الصالحين وعلى مجالسة أهل الذكر، لهذا ربنا يقوي عزيمتنا ويطلب منا الصبر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. أيضا في البيت نجد ربما الزوجة لا تصلي، الأولاد لا يصلون، ما العمل؟ قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا بد أن تأمر الزوجة وتأمر الأولاد وتأمر الأحباب في الأسرة بالصلاة. قد لا ينتبهون، قد يرفضون، لكن اصبر على أنك تأمرهم وتصيهم واصطبر عليها، اصطبر عليها. وهناك أيضا الصبر عن المعصية، فالمسلم يقاوم المغريات التي تزين له المعصية، وهذا يحتاج إلى صبر عظيم وإرادة قوية. فأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله، هكذا جاء في الحديث. المهاجرون الأوائل عندهم فضل عظيم، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهدون لهم فضل عظيم، وأفضل الجهاد أن تجاهد نفسك في ذات الله، تصبر على طاعة الله. هناك أيضا الصبر على المرض، فالإنسان يصاب بابتلاء بأمراض وأسقام كثيرة، يصبر ويحتسب. قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده وكتمها ولم يشكوها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له. للأسف نحن حينما تصيبنا مصيبة من فقر أو مرض أو سقم، كل من التقينا به نشكو له أمرنا، وكأننا نشكو الله تعالى إلى خلقه. فعليك أن تكتمها ولا تشكوها إلى الناس، اترك الأمر للخالق بيده، حقا عليك على الله تعالى أن يغفر لك بإذن الله. فصبر المؤمن على مرضه يكون سببا في دخول الجنة. هذه سيدة فاضلة صحابية جليلة تسمى أم زفر رضي الله عنها، كانت مريضة بالمس بالصرع، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها بالشفاء، فقال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فاختارت أن تصبر على مرضها ولها الجنة في الآخرة. من أخذ الله منه عينيه مثلا أو إحدى حواسه فصبر، ليس له جزاء إلا الجنة. قال تعالى في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. هذا الصبر على المرض. وهناك الصبر على المصائب المختلفة. المسلم يصبر على ما يصيبه في ماله أو في نفسه أو في أهله. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء
إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. بعض الناس يكون عندهم واحد الحبيب أو قريب صغير أو كبير فيقبض الله روحه فيصبر. إذا احتسب لله قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث مرت أعرابية على بعض الناس فوجدتهم يصرخون فقالت ما هذا؟ قيل لها مات لهم فلان، فقالت ما أراهم إلا من ربهم يستغيثون وبقضائه يتبرمون وعن ثوابه يرغبون. ناس مات لهم واحد الحبيب أو قريب، نعم البكاء حق، لكن لا ينبغي لطم الخدود وشق الجيوب. إذا صاحوا وصرخوا بصوت مهول كأنهم يشتكون من قضاء الله ويتبرمون ويضيقون. لهذا كان الإمام علي رضي الله عنه يقول إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور. بمعنى في جميع الحالات القلم هو الذي يجري عليك، إن صبرت تأخذ الأجر والثواب، وإن جزعت ضاع منك الأجر والثواب. وهناك أيضا صبر آخر أيها الأحباب، وهو الصبر على ضيق الحياة. الآن نلاحظ بأن الكثير من الناس يصبرون على عسر الحياة وضيقها ولا يشكون حالهم إلا لربهم، ولهم الأسوة والقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين. فهذه السيدة عائشة رضي الله عنها تحكي أنه كان يمر الشهران الكاملان دون أن يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، كانوا يعيشون على التمر والماء. ناس يصبرون على الفقر وعلى الحاجة وعلى ضيق اليد ولا يشتكون، يصبرون بما قسم الله. وهناك الصبر أيضا على أذى الناس، بعض الناس ربما يتعرضون إلى الأذى من غيرهم، إما بكلمات جارحة أو باستفزاز أو بظلم أو طغيان أو تهميش. فماذا علينا أن نفعل؟ هل نعتزل الناس كلهم ونغلق الأبواب علينا؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طبعا هناك صبر مكروه، كما أن هناك الصبر المحمود هناك الصبر المكروه. ما هو الصبر المكروه؟ هو أن الإنسان يصبر على الذل وعلى الهوان، أو يصبر على التفريط في الدين أو تضييع بعض فرائضه، هذا يسمى صبرا مكروها. أما الصبر المحمود فهو الصبر على البلاء، بلاء لا يقدر الإنسان على إزالته، أو بلاء ليس فيه ضرر بالشرع، هنا يكون الصبر محمودا ومطلوبا. أما إذا كان فيه ضرر بالشرع أو كان فيه ذل وهوان هذا لا يسمى صبرا محمودا مطلوبا، بل يسمى صبرا مكروها مردودا. مثلا يقول الله تعالى في كتابه العزيز إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا حينما يكون الذل والهوان على فئة من الناس أو يكون فيه تفريط لشرائع الله، لا نسمي هذا صبرا محمودا، بل نسميه استضعافا ونسميه ذلا وهوانا وتفريطا. لكن الصبر المحمود هو الذي لا يمس الشرع، والإنسان يصبر على خلق الله ويشكو أمره إلى الله. البعض يقول لقد صبرنا حتى مل من صبرنا الصبر، فكيف لنا أن نستعين على هذا الصبر؟ نعم أيها الأحباب، سؤال وجيه. الكثير ربما عنده مشاكل
إما في العائلة، إما في العمل، إما مع الجيران، إما مع الأقارب، صبر 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 حتى انقضى منه الصبر. ما الذي يفعل؟ أقول له زد في الصبر، يقول رصيدي من الصبر يكاد أن ينقضي. أقول نعم ممكن أن نستعين بأشياء ننمي فيها الصبر في قلوبنا، من ذلك أن نعرف بأن الحياة الدنيا زائلة لا دوام فيها، هذه الحياة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلماذا أنا أتصارع مع الآخرين عليها وكلها زائلة؟ جميعنا دخلنا إلى الدنيا حفاة عراة وخرجنا منها حفاة عراة، لا فرق بين الوزراء والملوك ولا الأبطال ولا العلماء ولا المشاهير، الكل سواء. حينما يموت الإنسان يظهر أمامك بأنه جثة هامدة، إذا أردنا أن نكرمه نسرع بدفنه في التراب. إذن فلماذا أنا أتصارع مع الآخرين من أجل دنيا لا تستحق؟ إذا عرفنا هذه المعاني في قلوبنا هانت علينا هموم الناس. كذلك علينا أن نتعرف أيها الأحباب بأن الله تعالى هو المالك، والملك لله أولا وآخرا، وأن مصيرنا جميعا إلى الله. إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد نحن نعتقده لكن نكاد ننساه، إذا تذكرنا بأن الله تعالى هو مدبر الأشياء وهو القادر على تغيير الأشياء، الإنسان يصبر ويحتسب. ثم يتيقن الإنسان بأنه متى صبر الله تعالى يعده بالجزاء الحسن، والصابرون ينتظرهم أحسن الجزاء من الله. قال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن أحسن أفضل، كل ما فعلته الله تعالى يعطيك الخير والبركة والنور. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يروى أنه يوم القيامة ينادي في العباد في المحشر أين الكاظمين الغيظ، أين العافين عن الناس، فتقوم قلة قليلة من أهل الدنيا من الصابرين المحتسبين الذين كانوا يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس، فيقال لهم مرحبا بكم ادخلوا الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فذات يوم مر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم على قبر فرأى امرأة جالسة إلى جواره وهي تبكي على ولدها، فقدت ولدها الصغير وهي تبكي. فقال صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت المرأة جازعة إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك عني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن المرأة تعرفه، فقال لها الناس إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة يا ويلي يا ويلي، فأسرعت إليه تعتذر إليه وتقول إني لم أعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي يجب على الإنسان أن يصبر في بداية المصيبة. ولهذا أيها الأحباب الكرام، كلما واجهتنا مشاكل أو ضغوطات أو شدائد أو ابتلاءات أو مشقات في هذه الحياة، علينا أن نتسلح بالصبر، لأن الله تعالى يقول
ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. علينا أن نستعين بالله وأن نلجأ إلى حماه، فنشعر بأن الله تعالى معنا. إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه تسمى المعية، معية الله. الله معك في رعايته وفي كنفه. علينا أن نقتدي بأهل الصبر والعزائم من الأنبياء والمرسلين والصالحين والأخيار والأبرار. نتأمل في سير الصابرين وما لقوه من ألوان البلاء والشدائد، ومع ذلك صبروا واحتسبوا. هذه دي الحياة الدنيا قد انقضت وهم قد رجعوا إلى البارئ سبحانه وتعالى. المعاناة انتهت، لكن بقي الأجر وبقي التواب الكثير. علينا أيضا أيها الأحباب الكرام أن نؤمن جميعا بقدر الله، كل شيء هو بقدر الله، وأن قضاءه نافذ لا محالة. فالإنسان ما أصابك من مصائب لم تكن لتخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال ربنا عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كل مصيبة أصابتك أيها الإنسان، سواء في نفسك أو في أموالك أو في عرضك أو في صحتك، هي قبل أن تصيبك كتبت في كتاب القدر، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. بعض الناس قد يقول: هل يمكن لله جل علاه أن يفعل ذلك؟ نعم، إن ذلك على الله يسير. ولماذا ربنا عز وجل كتب علينا المصائب في الكتاب وأخبرنا بذلك؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فكل شيء هو من عند الله، فعلينا أن نبتعد عن الاستعجال، نبتعد عن الغضب، نبتعد عن شدة الحزن، نبتعد عن ضيق النفس، نبتعد عن اليأس من رحمة الله، لأن ذلك كله يضعف من الصبر والمثابرة. وعلينا أن نتيقن بأن نصر الله قريب، وأن فرجه آت، وأن بعد الضيق سعة، وأن بعد العسر يسرى، وأن ما وعد الله به المبتلين من الجزاء لا بد أن يتحقق. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فيا أيها الأحباب الكرام، الغاية من حلقة هذا اليوم أننا علينا أن نتسلح كثيرا بالصبر. لطالما نستمع إلى مشاكل الناس وإلى همومهم الكثيرة والمتعددة، هذا أصابه مرض شديد، مرض سرطان، أو مرض مكلف لا يجد ثمن العلاج، وهذا مطرود من بيته بعد أن كان مكتريا لسنوات فحكم عليه بالإفراغ، وهذا له زوجة اشتدت عليه في طبعها فطلبت منه الطلاق، وتلك زوجة مستضعفة، زوجها مهمل أو غاضب أو مؤذي، وهؤلاء والدين ابتلوا بأولاد لا يعرفون للطاعة ولا للمحبة ولا للصواب جناب، تجدهم دائما في سلوك سيء وفي طبع بديء. وهكذا إنسان أصابه فقر، إنسان يبحث عن وظيفة فلم يجد، وكثيرا ما نتعرض للبلاء بالإذاية باللسان. ماذا علينا أن نفعل؟ نقتدي بسيد الخلق: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم بدلنا خيرا على ما ضاع لنا.